نحن تحديدا الآن في لحظية المناجل وتحديدا في قرية 84 تبعد عن منطقة عبودة حوالي الكيلو ونصف الكيلو عن منطقة المناجل التي تضررت كثيرا بالسيول والفيضانات التي ضربتها منذ أكثر من 10 أيام. خلفت هذه السيول انهيارا كليا وجزئيا في المنازل، وأيضا هنالك العديد من الدور يعني أصبحت هي عائمة تماما، أصبحت معظم القرى أثرا بعد عين مسحتها هذه السيول تماما. الآن رحلة المواطنين من هذه المناطق التي ضربتها السيول إلى أي ملاذ يأويهم، أي منطقة يعني ذات جفاف تأويهم هم وأسرهم، يبحثون عن هذه الملاذات الآمنة بالرغم من الخيام التي تم نصبها في عدد من المدارس ومن المساحات والميادين، إلا أن بعضهم توجه إلى حاضرة ولاية الجزيرة مدينة والمدني، إلا أن الطريق الذي يربط محلية المنازل بمدينة والمدني قد تم جرفه تماما. نشهد الآن يعني الآن نحن في هذه النقطة تماما والتي منعتنا من التوصل إلى منطقة طريق. يعني ماذا عن الجهود في احتواء الموقف؟ نعم أتحدث عن الجهود السودانية في احتواء الموقف. نعم صراحة هنالك جهود رسمية تمثلت في يعني هذه المساعدات التي تمت من قبل المركز، وأيضا هنالك مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة. نحن الآن نحدثك تماما من المنطقة التي تربط ما بين الطريق الذي جرفته هذه المياه مياه السيول وما بين المنتظرين بهذه المساعدات. قطع الطريق تسبب في حرمان الذين يعني يحتاجون إلى هذه المساعدات، إلا أن الجهود الهندسية وسلاح المهندسين السوداني أصبح تماما قبل هذه المداخلة بخمسة دقائق في تكسير هو الرابط ما بين الطريق الذي إلى جانب هذه الجهود السودانية الداخلية. يعني طارق، كان هنالك جهود عربية مكثفة أيضا في تقديم المساعدات وعلى رأسها دولة الإمارات للمتضررين من هذه الفيضانات. نعم صراحة دولة الإمارات وأيضا المملكة العربية السعودية يعني هي التزمت تماما بتوفير كل المعينات اللازمة التي تحدث استقرارا للمتضررين، خاصة وأن هنالك 6 ولايات تضررت تضررا مباشرا نتيجة لهذه السيول والفيضانات التي ضربت معظم المناطق السودانية. وصلاح تقول هيئة الإرصاد الجوية السودانية إن هذه الفيضانات سوف تضرب معظم المناطق السودانية نتيجة لإزدياد معدلات الأمطار. نتحدث صلاح عن أكثر من 80 حالة وفاة وانهيار لآلاف المنازل، وهنالك أكثر من 110,000 فدان زراعي غمرتها مياه الفيضانات. إذن هو الموقف بحسب مشاهداتنا وبحسب مواطنين متضررين أنه أقل ما يوصف بأنه كارثي، بالرغم من جهود الأشقاء مثل دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وعديد الدول التي التزمت بتقديم المساعدات ومد يد العون للمتضررين، إلا أن الموقف على الأرض يعني هو فوق يعني ما يمكن تصوره. يعني هنالك عشرات الآلاف من يحتاجون إلى هذه المساعدات، هنالك من فقد عزيزا عليه، هنالك من فقد حرصته ومهنته التي تعينه، هنالك من فقد مزرعته التي كان ينتظر حصادها لمقابلة متطلبات الحياة، هنالك الآلاف الذين أصبحوا في العرب بلا مأوى. إذن هي أكثر من عشرات المشاهد المأساوية في 6 ولايات، وأكثر الولايات تضررا وأكثر المحليات تضررا هي محلية المناجل. معظم قرى هذه المحلية أصبحت صلاح أثرا بعد عين، وهنالك كثير من القرى تضررت كثيرا من يعني انجراف منازلها إن صح التعبير، ما بين يعني هدم كلي وما بين هدم جزئي.